اسمي احمد رحيم، هند بودان، فاعله سياسيه في جماعه سيدي حرازم. اليوم حضرت الدوره ديال جماعه سيدي حرازم مسانده لاخوه في المعارضه، واللي دايره بغيت نحييهم تحيه خاصه على الغيره ديالهم اللي ابانوا عليها خلال هذه الدوره، واللي صراحه اول مره، وبغيت ننوه بهذه المساله هذه لان اول مره كنشوفوا مجموعه ديال النقاط في جدول الاعمال اللي كتلامس الواقع ديال جامعه سيدي حرازم، او من بين النقاط اللي كتلامس الواقع واللي كتجاوب على انتظارات المواطنين. واخيرا، لانه وهذا بصراحه كيعود الفضل فيه الاخوان اللي في المعارضه ديال الاخوان حزب الاصاله والمعاصره في المعارضه، ولا الضغط ديال الشارع، ولا لانه سيدي حرازم عرف مجموعه ديال الحوادث للاسف كحريق السوق الفوقاني، هذه ما يزيد عن سنتين، زائد المضره اللي جاتهم من تداعيات كورونا، وكذلك الفيضانات اللي مؤخرا كانت واخذت السوق النموذجي الجديد ل 180 مليون اللي مشى داه الواد، واللي مجموعه المشاريع كذلك تقاس بسبب الفيضانات اللي للاسف كانت جات تبنات على مشارف الواد. عندي واحد مجموعه الملاحظات على هذه النقاط في جدول الاعمال. مثلا النقطه الاولى المتعلقه بتوزيع المساعدات والدعم، هذه نقطه كانت تم دراستها في دورة سابقة، واللي كانت تسألوا الإخوان وحطوا سؤال في الموضوع على أساس أنه مجموعة ديال الجمعيات قدمت في الطلب، في حين كان ارتأت اللجنة والرئيس أنه يدرسوا فقط نقطة وحيدة وهي دعم جمعية النقل المدرسي، واحتجاج الإخوان من خلال لا في الدورة ولا في كتابة على أساس أنه ضروري هاد الجمعيات كاملين نعرفوهم شكوما وندرسوا الطلبات ديالهم، وباش ما تكونش الفجوة، باش يكون واحد التواصل مع هاد المواطنين. مثلا واحد الجمعية معينة نقول لها ما يمكنناش ندرسوا النقطة ديالك في هذا الوقت، هذه يجاوبهم الرئيس باش يكون واحد النوع من أنواع القنوات ديال الحوار والتواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة المنتخبة، ويقول لهم مثلا لسبب كذا تم إرجاء مناقشة هذه النقطة أو هذه النقطة. والإخوان كانوا طلبوا بجرد ديال كاع الطلبات اللي تعطى، وعلاش هذه ماشي هذيك. واليوم ناقشوا فقط الجمعية ديال دار الطالبة وهي بإلحاح، حتى هي جات بنضالات ديال الجمعية ولا ديال الإخوان المستشارين، لأنه كان هذا المرفق خصو يخدم باش الفتيات اللي كيتم درسوا تما يكون عندهم الحق في هذا. نقطة ثانية اللي هي هذه اللي يمكن حيت كنت النائبة الأولى لرئيس مجلس عمالة فاس في الولاية السابقة، واللي كنا اللي درسنا واحد النقطة في 2020 اللي عندها علاقة بالفيضانات ديال سيدي حرازم، وعلى أساس أنه ساهمنا بواحد 400 مليون ديال الدرهم في مشروع كبير فيه 2 مليون ديال الدرهم، فيه 3 ديال المتدخلين، مجلس الجهة، مجلس العمالة، وجامعة سيدي حرازم، على أساس تكون مساهمات لهذه الجماعة هذه، وهي اللي هي الوعاء المالي، وهي كذلك هي الشاف دو شونتيك، هي حامل المشروع، هي الجماعة اللي تكون حامل المشروع. يعني هذه التوضيحات اللي قدم الرئيس بصراحة ما فهمتهاش مزيان، لأنه هما داروا الشطر الأول، والشطر الأول ما بداش من الفوق باش يحمي الشعب من ديال عين عروس من الفيضانات، بداوه من التحت، يعني بداوه من المرافق اللي فيها المنزه سيدي حرازم ولا بيسين، في حين اللي فيهم السوق وهذا ما بداوش، والاساس انه خصها تبدا من الفوق ماشي من التحت. ما فهمناش كيفاش كانت هاد الدراسه، يعني الشطر الاول داز، ما فهمتش. حنا اللي في شعارنا كنا اي التزام مالي في مجلس عملات في السابق كنا كنأديوه، مع ذلك كان كيخضع للتاشيره ديال السيد ولي حيت جات في ظروف ديال كورونا، واللي كانت كيتم مصادقه كيتاشيره من طرف السلطه بناء على مذكره كانت جات هذا في ترشيد النفقات، وكانت هذيك النقطه اللي على اساس واش من الاولويات، يعني مناقشه المشاريع ذات الاولويه. النقطة ديال واللي هنا اللي ما فهمتوش هو كيقول لك الرئيس تنفيذ الأشغال الملتزم بها من طرف جماعة سيدي حرازم، في حين كي قلت لك هي جماعة، هي اتفاقية ثلاثية، والوعاء المالي هي الجماعة وسيدي حرازم هذا، يعني الشروحات ما كانتش واضحة في هذا الباب، وأنا كمتسائلة ومتبعة للشأن المحلي ما قنعنيش الرئيس، والإخوان راهم استفادوا في هذه النقطة.
النقطة الثالثة وهذه متعلقة باتفاقية شراكة بين مجلس جماعة سيدي حرازم والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس لإنشاء شبكة داخلية لتوزيع الماء الماء الشروب بدوار ولاد جري وتعاونية النجاح والحريشة. هادو اللي جايو في البيريفيريك ديال الجماعة، هادو مجموعة دوار اللي كانوا كيعانوا بشكل كبير من هذا التدبير ديال المياه تما عندهم. وهذا الحل تم الاخ احد المستشارين اقترح نقطه مهمه واللي هي اشراك مجلس عمله فاس في اتفاقيه معينه باش يعاونوا، لانه باش ما يرهقوش كاهل هذا المواطن في الظروف اللي كنعرفوها الصعبه، انهم يساهموا معاهم كمجلس. كانت مبادره في مجلس سابق ديال مجلس عمله انهم داروها مع ولاد الطيب وعين البيضاء، كان ممكن تعميم هذيك التجربه فهذا. وكان تقدم احد الاخوان المستشارين بهذا المقترح في اطار ما يسمى بمبدا التفريع ومساهمه وتقديم الخدمات للمواطنين، يعني تساهم مجلس عمله فاس بهذا الباب. وكاين تجارب اللي ممكن يشوفوها في مجلس عمله. الهيكلة السوق هذه هي النقطة الحارقة، هيكلة السوق والأعشاب المشربتين نقطة حارقة اللي صراحة كان فيها متضررين، الناس اللي تضروا من الحريق اللي كان في هذه سنتين، وكي قلت لك تداعيات ديال الكورونا، يعني الناس عايشة مشاكل حقيقية في الجماعة ومازال ما وصلوا لتا شي حل. والجماعة جاية بمشاريع كبيرة، كان واحد المشروع كبير كيتم تداوله، هو مشروع صراحة مهم جدا، وكان ضروري من إشراك لهاد الباع المتجولين، ولكن كنظن أنه كاين عراقيل معينة اللي ما فهمناهاش لهذا المشروع هذا، لأنه كاين هناك ما يسمى بالتضارب المصالح، لأنه مثلا كان المشروع كيجي بواحد الشروط معينة، الناس ديال الجمعية ارتأوا انه باش يبقاو بلاصهم في العين الفوقانيه، من بعد كان الملابس المدور ما يبقاش، المنزه ما يبقاش، على اساس انه يبقى داك المشروع كما صوروا المهندس زيفاغو في الستينات. ولكن كاين شي عراقيل ديال هاد المشاريع، هذا اللي كنعرفوه من سيدي حرازم من زمان. حنا ماذا بينا انه التهيئه الشامله لسيدي حرازم والرفع من مستوى كاع المتدخلين، لا من لا سي دي جي ولا من الجماعه ولا كاع المؤسسات المنتخبه، تساهم معنا في تهيئه هاد الكنز اللي هي جماعه سيدي حرازم، نهيئوا هاد الجماعه. ولكن ما فهمناش كاين هناك عراقيل معينه، حنا ماذا بينا انه تفتح تحقيق في الموضوع ونعرفوا شنو المشكل، علاش مثلا هذا المشروع توقف، علاش؟ لانه دراسه كانت يمكن شي 3 سنوات وكانت دارتها مهندسه عزيزه الشاوني، واللي هي بدورها ضروري ناكد على هذه النقطه رجوعا للفيضانات، لانها دارت بوست في الانستغرام ديالها وكتقول بانها حضرت من وجود السوق المؤقت في المشربات الثانيه على مشارف الواد. يعني الجمعيه حضرت وهذه المهندسه حضرت، ولكن حنا لقينا ان المشروع المؤقت ب 180 مليون دار على مشارف الواد وداه الواد. يعني ما فهمتش انا هاد الطريقه ديال التدبير اللي ما كتاخذش بعين الاعتبار المقاربه التشاركيه اللي هي اساس اشراك الجميع في تدبير الشان المحلي، وهذا لانه جماعه ماشي ديال شي حد، ديال الكل. ف كنتمنى انه الامور ترجع لنصابها، وانه الاخوان يلقاو حلول لهاد الناس اللي مازالين كينتظروا هذه سنوات، وسيدي حرازم يرجع المشاريع الكبيره تاخذ طريقها، ولكن تاخذ بعين الاعتبار هاد التجار لا في العين الاولى ولا في الثانيه، يكون توافقات اللي تقدر اللي كل شيء يلقى راسه فيها، وسيدي حرازم يتهيئ بشكل لازم، والدراسات اللي تكون حقيقيه، لانه كيبقى فينا الحال ملي كنشوفوا الهضر ديال المال العام ديال الجماعه اللي هو مال ديالنا كاملين، وكنشوفوا مشروع ديال مثلا الملعب دالواد، الملعب السوسيو رياضي حتى هو مشى تاثر بالفيضانات وجات هو على مشارف الواد، مخيم الجماعي اللي قبل ما يبدا هو حتى هو داه الواد، والفيضانات ماشي اول مره كتعرفها الجماعه، راها هذه شي 3 المرات يمكن هذه اكثر حده، ولكن حتى هما ما كانش اقل خطوره. يعني هنا عاوتاني كنرجع لانه كاين هذه حرقه، وكنشارك الاخوان في المعارضه على الغيره ديالهم صراحه، كيناقشوا بحرقه وكيسمعوا صوت الشارع من داخل المؤسسات المنتخبه وبكل احترام،
وكيصوتوا على المصلحه، الحاجه اللي فيها المصلحه كيصوتوا عليها، يعني معارضه بناءه، كتعرف شنو كتقول، مقتنعه بداك الشيء اللي كدير. يعني احنا انا صراحه سعيده اليوم حضرت الجماعه، وسعيده بالنقاش اللي كان، وسعيده بالغيره ديال الاخوان والاخوات في المجلس اللي كيستحضروا هموم ديال المواطن اللي في جامعه سيدي حرازم، وكيستحضروا كذلك اهميه تنميه سيدي حرازم وتاخذ حقها هي من التنميه في البلاد، لانه مركز مهم جدا، مركز ممكن يوصل للعالميه، هو اصلا عالمي باسمه، ولكن على مستوى الواقع نشوفوا داك سيدي حرازم اللي طامحين له واللي نبغيوه كاملين. وشكرا لكم.